بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. نظبط الإعدادات. الصوت واضح يا جماعة؟ بسم الله. مساء الخيرات عليكم جميعا، لعلكم تكونوا بخير وصحة وسعادة. بس أكدوا لي لو الصوت واضح. يا مساء الخيرات يا دكتور محمد، إيه الكلام الجميل ده؟ لا شيء في الدنيا أحب لناظري من منظر الخلان والأصحاب، وألذ موسيقى تسر مسامعي صوت البشير بعودة الأحباب. الله، لا لا لا، ده شعر جامد جدا جدا جدا. ربنا يخليك يا دكتور محمد، أهلا بيك دكتورة حنان. كل سنة وأنتم طيبين. غبنا عنكم الأسبوع الماضي بمناسبة السفر والدنيا كانت شوية مش متنظمة آخر حاجة، واحتمال يكون عندي سفر برضو الفترة القادمة، فنسأل الله التيسير. لكن ربنا ما يحرمنا بقى من جماعات يوم الاثنين، يوم الاثنين العلمي، الاثنين المقدس ده، إن شاء الله كلنا بنتدارس فيه، ويعني نحسبها إن هي حلقة علم كده كلنا بنطلع فيها بفايدة. وأنا أقولكم والله الواحد بيستفاد برضو من الزملاء، وبيستفاد من بعض المناقشات، وكله يعني احنا كلنا سائرين على درب التعلم والتعليم. مش عارف، احنا كده فتحنا مظبوط الساعة 10 على ميعادنا، ونبتدي ان شاء الله الحلقة العلمية شوية. صوتي مجهد حبة، يمكن ما يكونش طالع افضل حاجة بعد يوم شغل طويل عريض بقى، وحالات ومرضى وحاجات زي كده، فاعذروني لو الصوت مش احلى حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. دائما وأبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في الحقيقة إحنا انشغلنا، دخلنا مجموعة انشغالات كده الأسبوعين اللي فاتوا. كنا في مؤتمر الأزهر الشريف، مؤتمر الأزهر ديرما، وكان مؤتمر رائع وجميل، وشاركت فيه بمحاضرة اللي هي محاضرة النهاردة مع بعض التعديلات وبعض الإضافات، لأنه جالي طلبات لا حصر لها على الخاص، يعني على الواتساب وعلى الماسنجر، بأن المحاضرة دي عايزين يسمعوها تاني، في ناس سمعوها عايزين يسمعوها تاني مع بعض الإضافات يعني. فإحنا هنبتدي، وكانت محاضرتي في المؤتمر الأزهر بعنوان Androgenetic Alopecia in Women Clinical Contexts. يعني إيه؟ يعني ظروف إكلينيكية وسياقات إكلينيكية. مش مجرد نشرح من البداية خالص Androgenetic Alopecia أو Female Pattern Hair Loss يعني، لأ، هو إحنا هندخل على Clinical Context على طول، لأن ده everyday practice عنيف جدا. انتم مش متخيلين حجم التشخيص ده في الديلي براكتس بتاعي انا، ما اعرفش بتاع حضراتكم وضعه ايه، بس بتاعي انا في الديلي براكتس هو تقريبا 50% ان لم يكن اكثر قليلا من حالات الهير اللي بشوفها يوميا في العيادة. فبالتالي لو حالات الهير اللي بتشوفها يوميا اللي هي وليكن 40% من شغلك او 30%، وأحياناً بتوصل لسبعين في المية في اليوم الواحد، يعني كل 10 حالات ما لا يقل عن 30-40-50 حالة من 100 حالة دول يبقوا هير، فبالتالي نصهم فيميل باترن هير لوس. فلك أن تتخيل كم السيناريوهات الإكلينيكية اللي أنا شفتها واللي أنا بناظرها وعايشها يومياً. وعلى فكرة الليكتشر دي والتوبك دي to be extended، يعني نفس المحاضرة دي أنا كل شوية هتلاقيني بضيف عليها حاجات وبضيف عليها سيناريوهات more and more scenarios.
فبالتالي دي حاجة أنا من بالنسبة لي قوي، هي very very يعني إيه mandatory، mandatory لينا جدا في شغلنا، يعني ما فيش فيها جدال. طيب دايما دايما بقول في المحاضرات، وبيظهر علينا ناس كل شوية كده في موضوع المحاضرات ويتكلموا ويصيغوا ويعيدوا ويزيدوا. المحاضرات ليها باتر، كل محاضرة ليها باترن معين. على فكرة الطب دلوقتي بيتوجه، أو هو كلام ده من زمان يعني، ولكن إحنا بنعيش صيحة في هذا الأمر، للكيس بيزد ليرنينج. وفكرة إن أنت تعمل كونكشن للثيوري اللي موجودة في الكتب بواقع ملموس، بحالة ملموسة، وتدريسك هو يبقى كيس بيزد ليرنينج، أنا أعتقد إن ده حاجة كروشيال في التعليم الطبي كله. وعلشان كده إخواتنا الصغيرين، معرفش هل في معانا نواب صغيرين لحقوا التعليم الطبي الجديد بالأنماط الجديدة اللي بيسموه الانتجريتد ميديكال تيتشينج في كليات الطب، ولا لا؟ احنا في طب الأزهر وصلنا دلوقتي للفرقة، داخلين خلاص الفرقة الخامسة على وشك تكون موجودة، اللي هما متعلمين بالأسس دي، السي بي ال والبي بي ال والتيم ريسيرش والسيلف ليرنينج، ومعاني في غاية الأهمية ومهمة جدا في التعليم الطبي في الحقيقة، عن التعليم التقليدي اللي هو محاضرات تقليدية. فالنهاردة إن شاء الله هيبقى كله عرض حالات، ونشوف ديت حالة من الـ everyday practice اللي أنا بقول لحضراتكم عليه. تخيل حالة جايلك بالمنظر ده من بعيد كده، أكيد لما هشوفها هقول آه دي female pattern hair loss، دي androgenetic alopecia، وأبدأ أقول للعيان ده صلع وراثي. ويا طالع كلمة صلع وراثي دي كلمة صحيحة أم لا؟ هنتكلم في ده النهاردة، وإنت هتمشي على minoxidil for life. وأحياناً الطبيب مننا بيبقى عنده ثقة أو مش عايز حتى يقوم من على مكتبه إنه دي حالة female pattern خلاص وهي كده ويلا بينا. لكن في الحقيقة ما تشوف حالة زي دي، انت لازم تفكر في الست حاجات اللي انا كاتبهم لسعادتك دول. الاكزامينيشن، الجود اكزامينيشن، وات تو دو وهاو تو دو، وده انا هقول لحضرتك عليه دلوقتي. لازم تكيب ان مايند الابرايزنج كلينيكال انتيتيز اللي هي هايلي لينكد تو ساتش باترن، يعني الفيميل باترن هير لوس او الاندروجينيتك الوبيشيا از ا باترن اوف الوبيشيا في الفيميل تحديدا، بقى في كلينيكال انتيتيز بنشوفها كتير اليومين دول، لازم يبقى عندك الاويرنس بيها، وهاو تو ديتكت وازاي هاو تو مانج الانفستيجيشنز، التحاليل المطلوبه، البروبر تريتمنت، العلاج الامثل، ودي حطها تحت منها خطين. العلاج الامثل يعني معناه مش العلاج الامثل للاندروجينيتك الوبيشيا، للمريض ده، المريض ده يعني المريض ده هيتعالج بطريقه، ده هيتعالج بطريقة تانية، حد تالت هيتعالج بطريقة تالتة، رغم إن هما نفس المرض. فالproper treatment for the person. It is not treatment for the disease, it's for the person himself. الinterventional dermatology هتتدخل معه إزاي، والclinical mimickers، وده مهم جدا، الclinical mimickers. كنت أتذكر وأنا بعمل المحاضرة دي أحد أساتذتنا العظام، وهم بيسألونا دايما يقولك ايه، قول لي كده امثله للديفيوز الوبيشيا او الديفيوز هير لوس. نقعد نقول له الاندروجينيتك الوبيشيا، يقولك ها وايه كمان؟ عايز يختبر فيك القدره الاكلينيكيه على لم الامراض اللي ممكن تاخد ديفيوز باترن اوف هير لوس. هنتكلم في ده برضه، فده العناصر المهمه جدا. طيب كلينيكال اكزامينيشن مهم جدا، اكيد أكيد أكيد دايماً بقول اللي ما عندوش درموسكوب ما يكشفش على حالة شعر، ده يعني خلاص هو قولاً واحداً، ما ينفعش أكشف على مريض بدون درموسكوب. تاني، ما ينفعش أكشف على مريض، هو عموماً بس بالأخص قوي لو مريض هير، بدون درموسكوب، لأنكم هتشوفوا دلوقتي الدرموسكوب هيورينا إيه. البول تيست لازم تتعمل مع كل حالة، اللهم إذا لو جات لك حالة بتفك الكوكينة بتاعت شعرها دي ومليانة هير، فما فيش داعي، خلاص ده هو فيه هير شيدنج ستيتس موجودة. لأن لو جالك المريض حتى لو هو في ميل باترن هير لوس، وأحياناً بيجي بتيلوجين إفلوفيوم
اصلا ده البرزنتيشن بتاعه، فده المانجمنت هيختلف تماما. لازم تبص على الفيس والبودي، تبص على الفليكشرز، وتبص على احيانا الجينيتاليا، احنا جلديه وتناسليه، علشان في بعض الامراض بتبريزنت بالاز افيميل باترن هير لوس، وبيبقى معها اسوشيشنز تانيه كتير، وده بيريز الاويرنس بالانتيتيز اللي انا قلتها في اول شريحه هنتكلم عليه. وطبعا الجينيكولوجيكال اكزامينشن والجنرال اكزامينشن والراديولوجيكال اكزامينشن، احيانا بنعمل انتجريشن لده كله، بنحتاج ده كله في شغلنا. طيب لما نيجي نبص على المنظر ده، ده منظر ديرموسكوبي واضح جدا، واضح فيه جدا ايه بقى؟ واضح فيه الهير شافت دايفرستي، يمكن انت ما انتش شايف غيره، واضح ان الهير شافت دايفرستي عنيف جدا، واضح جدا بالديرموسكوب. الهير فوليكلز الى حد كبير ما فيش سكيلز قوي، ما فيش بيريفوليكولار اريثيما قوي، الدنيا نقدر نقول هيلثي سكالب، لكن في الديفرنس في الهير شافت دايفرستي وبنسبه واضحه جدا معديه ال 15 وال 20%، اذا انا كده بشخص في ميل باترن هير لوس، وابتدي اعالج اكيد او امشي في الخطوات القدام. كمان لما بتيجي تشوف اليلو دوتينجز واضحه قوي بالمنظر ده، بتديك امل ان العين ده لا ممكن يتعالج، وممكن اليلو دوتس دي ان شاء الله مع البروبر تريتمنت بلان تبدا تريجرو الهير. اذا هو دايجنوستيك وبروجنوستيك في ان واحد. لما نيجي للكلينيكال اكزامينشن، ووظيفتك كطبيب تبص بالعدسه المكبره، انت لازم تبقى عارف الكلينيكال سب تايبس او الكلينيكال تايبس للفيميل باترن هير لوس، اللودفيك والالسن والثالث اللي هو الهاملتون اللي هو بيشبه الميل باترن ده اللي هو على اليمين لو حضراتكم بالصوره واضحه. طيب هل ضروري يعني ان انا اسب كلاسيفاير عيان؟ جدا، لان انا مش هتعامل مع المريضه اللي جايه هاملتون دي زيها زي اللودفيك دي خالص، يعني حتى في الانفستيجيشنز هبقى كلم مع حد وهبقى عندي نوع من انواع هبقى كوشس جدا مع حد تاني. فبالتالي الانماط الاكلينيكيه احيانا بتنعكس على الايتيولوجي او بيبقى الايتيولوجي مختلف، وهنا يبدا يظهر اهميه الكلينيكال انتيتيز اللي بقول لحضرتك عليه زي الساها سندروم اللي هي السيبوريا، اندروجينيتك الوبيشيا، الهيرشوتزم والاكني والهير ان سندروم، وهتلاقي اوفرلاب الاندروجينيتك الوبيشيا وتلاقي عندها اكانسوزيس نيجريكنس، البي سي او، الليت اونست كونجينيتال ادرينال هايبربليزيا، وخلي بالك كل ده ريليتد شويه عفوا للهاملتون باترن از اكلينيكال ابييرنس للمريض. فبالتالي هو في ناس بتسال فين اليلو دوتس، طب ممكن نرجع تاني ساره، يعني انا هجيب شريحه للجماعه المبتدئين دلوقتي يشوفوها. اليلو دوتس اهي بالسهم، يا رب يكون واضح مع حضرتك اهو، كل دي يلو دوتس، كل دي اماكن او فوليكولار اوستيا المفروض يطلع منها هير، بيطلع منها ايزر رودمنتري هير او ما بيطلعش منها حاجه خالص. فبالتالي هي طالما يلو في امل انها تحيا تاني، يحيى العظام وهي رميم. ف الكلينيكال ساينز اوف هايبر اندروجينيزم ممكن تشوفها للعيان از سيبوريا، as white boards, as acne, as hirsutism, ده as cutaneous signs of hyperandrogenism. بالإضافة طبعاً للإيه؟ للهاملتون clinical type ده هو. كل ده يقول لك إن البنت دي عندها hyperandrogenism. يبقى خلي بالك take care. لحسن يكون لا قدر الله في حاجة either benign ولازم تنتبه ليها زي late congenital adrenal hyperplasia. دي حاجة benign مش malignant. بس لازم تكتشفها. ولازم تكشف general examination تشوف شوية الميل body habitus اللي في الجسم البنت دي، وممكن تلاقي البنت هايبر ترايكوتيك شوية مش مجرد هيرشوتيزم، ممكن تلاقي فيه ماسكولين فيتشرز، ممكن تلاقي الكليتروميجالي. يبقى لازم تكشف تناسلية أحيانا وتشوف الكليتروز وضعه ايه. وفي الحالة دي وانس انت عندك suspicion لازم
او انت سسبيشس يعني، لازم يبقى عامل لينك انت مع دكتور باطني او دكتور غدد حتى يمشي معاك في القصه لو انت مش هتقدر تمشي لوحدك. التريتمنت كاب او الكاس العلاجي، انتوا عارفين شعار الطب هو كاس كده وعصايه ابوكرات في النص، ده شعار الدكاتره يعني. فانت لما تيجي تعالج مريضه خلينا نقول ان هي كلاسيك فيميل باترن هير لوس، هتمشي مع الايتيمز دي. اول حاجه هتقول لها وي هاف تو افويد تريجرز. ايه التريجرز وايه معنى الكلمه دي؟ انا لسه من شويه قلت لحضراتكم الهيربال تيست ده مهم، ومجرد كشفك كويس الحاله دي في حاله هير شيدنج ولا لا، رازر الهير ثيننج الموجود اوريدي ده مهم. ساعات بيجي لك عيانه عندها تيلوجين افلوفيوم على الخلفيه الوراثيه، وده من اكثر المواقف شيوعا في البراكتس بتاعي هنا. طب ايه التريجرز بقى؟ هتقولي العيانه والله حاولي تتجنبي الارتفيشال دايز، حاولي تتجنبي ميه الاكسجين، حاولي تتجنبي الفرد والبروتين. والعجيب ان احنا يعني العجيب وده شيء بيحزنني جدا جدا، ان احنا كاطباء بسمع كتير كده احيانا لدكتور يقول لك ده علم، ازاي انتوا ما تعرفوش البروتين ده حاجه كبيره خالص وحاجه مهمه. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، يعني لا تملك في هذا الموقف غير انك تحوقل وتسكت، لان ابسط يعني قواعد البحث العلمي مش موجوده هنا. يا سيدي انا موافق والله انك تيجي تقول لي بذر العنب بيعالج اي حاجه، يعني المفهوم ده بالنسبه لاحمد نوح لا اجد غضاضه فيه ابدا. تعال قول لي بذر العنب ده حضرتك بيعالج كذا وكذا وكذا، بس مبني على قواعد بحثيه ودراسات وكلينيكال ستاديز حضرتك عملتها وسيفتي ستاديز وافيكاسي ستاديز ومالتي سنتر ستاديز تتعمل وبعد ده كله وبتعالى كلمني. لكن ما تكلمنيش على حاجة ملهاش أي basic level of evidence، يعني هو خروج عن السياق معلش، بس ده مهم لأن إحنا كل يوم في المدعكة دي، كل يوم إحنا مضطرين نتكلم أحياناً بشكل حاد مع المريض، أحياناً بشكل حاد مع بعض الزملاء الصغيرين اللي بيتكلموا في حتة إنه لا زي البروتين وإحنا نعمل بروتين في عيادات وكلام زي ده. أنا والله ما عنديش اعتراض، بس في بحث علمي يجب ان احنا نمشي عليه. تعال نتفق على فورميولا معينه هيكون اتعمل عليها دراسات بشكل معين وسيفتي ستاديز على مدار سنوات، وان الفورميولا دي حتى ما ادتش لا قدر الله لاي بري كانسرس ليجنز او كده، فبالتالي نتكلم بعدها. طبعا البروتين، انا ساعات ببقى قاعد وشايف بوستات على الفيسبوك وانه هنعمل وازاي ومش ازاي وفي وما فيش وحاجات كده، وبقول لكم ساعات الواحد بيقول لا حول ولا قوه الا بالله ويسكت. خلاص انا اعمل ايه؟ المينوكسيديل ده كورنر ستون في المانجمنت. يبقى انت هتقول العين اولا وي هاف تو افويد ذا تريجرز از ماتش از وي كان. المينوكسيديل لازم يتكتب من خلال الخبره الاكلينيكيه بتاعتي البسيطه، احنا بنبدا نعمل شيفتنج على المينوكسيديل فوم 5% علشان ده دايما بيعمل بيتر كومبلاينس مع العيان، ودايما بيبقى لينكد لاقل سايد افكت ريجاردنج الاريتيشن ريجاردنج الايه السيبوريك درماتيتس فلير اب او الدندرف فلير اب اللي ممكن يحصل مع الحاله. نيجي نتكلم على الانتي اندروجينز والرول بتاعها اللي بدا يكتر في ظل الكلينيكال انتيتيز اللي لسه عارضها بقى من شويه، ولسه حته المريض اللي عنده هرمونال ديرنجمنت والرول بتاع الانتي اندروجينز الهام اللي ممكن نكتبه، ازاي نكتبه وازاي نستخدمه، وهل الانتي اندروجينز ثابته على مدار السنوات البنت الصغيره زي البنت الكبيره؟ اكيد لا. الانترفنشنال درماتولوجي، انا كان ليا محاضره او محاضرات يمكن اكتر ومسجله على اليوتيوب، يمكن السكوب بتاعي النهارده مش هيجي على الانترفنشن القوي، بس انا ليا محاضرات في الانتراليجنال ثيرابي وفي الميزوثيرابي تقدروا ترجعوا لها، وقتلنا الكلام ده بحثا، والانرجي بيس ديفايسز كمان زي الليد ثيرابي. طيب بص بقى، دي روشيت وده اسم افتراضي تخيلي، وانا عملت كده في المؤتمر بالشكل ده هوت علشان الناس تستوعب
اي اسم، الاسم اللي انا كاتبه ده اسم افتراضي من دماغي، تشخيص بكتب كده في ميل باترن هيروس. اي حد شاف روشتات من ورايا او اشتغل معايا في العياده او جه درب معايا او كده بيبقى عارف ان انا لازم اكتب التشخيص ده، حق المريض لازم اكتبه، ولا يمكن روشته تطلع بدون تشخيص. وده مهم في البراكتس، لازم حضرتك تعمل ده. حتى لو هتعمل كويري، لو هتعمل ديفرينشال تكتبه، اعمل اي حاجه، لكن مريض يطلع بدون اي صفه تشخيصيه اعتقد ده عيب كبير علينا. احنا وظيفتنا هو التشخيص. هتقول المريض التوقف عن فرد الشعر والوصفات بين قوسين كده الطبيعيه، لان المرضى مقتنعين ان كل ما هو طبيعي لا يؤذي، حتى لو ما جابش نتيجه فهو لا يؤذي، وده كونسبت خاطئ جدا. وكم من الحاجات الطبيعيه اللي فيها يا اخي ده الفايتو فوتو درماتيتس ده تشابتر قد كده اهو، بسبب الحاجات اوف بلانت اوريجين وكلها بوتانيكلز، تحط جلدك تعمل حساسيه. فبالتالي لما يجي المريض يزنقك في الحته دي، ده طبيعيه يا دكتور، ده وصفه طبيعيه يا دكتور، قول له يا باشا حضرتك هتقف، دي خلطه زيوت طبيعيه حضرتك والله هتقف. احنا مش هندي الزيوت الا العيان عنده دراي سكالب او عيان اتوبيك او عيان عنده اتوبيك زيروزس او واتيفر، او شعره تالف جدا لدرجه انه محتاج زيوت. فانا بعمل الزيوت زي كوتنج وللترطيب، وممكن نعمل رابنج للسكالب بطريقه معينه وبزيوت ريفايند مش زيوت نباتيه عرضه للاكسده. الكلام ده انا كلمت عليه قبل كده كتير، ويمكن مش مجاله النهارده، بس انا بعمل هايلايتنج. انت ما ينفعش تجيب زيت زيتون خام وتستخدمه لو العيان ده عنده سيبوريك درماتيتس، راسه دي هتولع حرفيا، مع انه زيت وطبيعي. وازاي يا دكتور ده زيت الزيتون ده بركه، ده حاجات عجيبه. لكن الفكره كلها انت مش هتستخدم الزيوت كده هابهازارد، فهتقول العين توقف لو في حاجه طبيعيه انت محتاجها، انا كدكتور هكتبها لك وهقول لك تتعمل ازاي. استخدام العلاج 6 شهور، ده البلوك العلاجي الواحد. دايما اقول العين احنا بنعالج ببلوكات، البلوكه الاولى 6 شهور، ما تكلمنيش قبل 6 شهور. لازم العيان تطلب له سي بي سي وسيرم في الروتين، وبين قوسين هكمل يعني بس خليك معايا، وترايجليسرايدز وكوليسترول. اشمعنى اخترت دول؟ السي بي سي والفيريتين بيديك يعني تنبؤ عام عن الوضع الصحي للفيميل دي. كثيرا جدا من الفيميلز عندهم هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا نتيجه الايرن لوس، وده كومن از كومن، دي حاجه فيري كومن على فكره، علشان المال نيوتريشن. احنا في عصر الحداثه بتاعنا ده هو الناس بتاكل اي حاجه، واكل اي حاجه ده في الست اللي هي ده كرييتشر كده بليدنج كرييتشر، ده مخلوق كل شهر بينزف. فبالتالي لو البنات في مال نيوتريشن بالذات البنات الصغيرين بنشوف كميات انيميا رهيبه. فالسي بي سي والفيريتين از ا جنرال ماركرز للانيميا، وليس اليونيك ماركرز، لان الفيريتين في الايرا اوف كوفيد المفروض يتشال. يعني انا لو هشيل الفيريتين ده هشيله وهكتب مكانه ترانسفيرين ساتوريشن. طب ليه انا كاتبه في المحاضره؟ ما انا كان ممكن اشيله بالباوربوينت قبل ما ابتدي النهارده. لا، ما هو لازم اسيب حاجه كده علشان الناس اللي تبقى مصحصحه معايا. السيرم فيريتين مش ادق شيء لقياس الايرن ليفل او الايرن بروفايل في الدم، وبلاقي ناس كتير بتكتب كده في المعمل ايرن بروفايل ويسيب المعمل يعمل اللي هو عايزه. كل حاجه في المعمل بيبقى لها فلوس وتمن. فلو المريض اللي قدامك ده صحيح وسليم البدن وما عندوش اي جنرال مانيفيستاشنز للانفلاميشن او دور برد او واتيفر، هنمشي اعتباطا معاه بالسيرم فيريتين از ا ماركر. لكن في الايرا اوف كوفيد 19 السيرم فيريتين ده اصله اكيوت فيز رياكتنت، يعلى مع اي دور برد، يعلى مع اي شويه كوفيد، وبالتالي هيديك فولس امبريشن ان الدنيا كويسه. فانت لو عايز تبقى دقيق شويه هتطلب حاجه اسمها ترانسفيرين ساتوريشن. ترايجليسرايدز وكوليسترول علشان الميتابوليك سيندروم او سيندروم اكس اللي هي هايلي لينكد للكلينيكال انتيتيز سابقه الذكر، الهير ان سيندروم والسها سيندروم وكل الليله دي. لما تقرا كده في الباثو جينيسيس والباثو فيسيولوجي بتاعها هتلاقي ان المرضى دول عاده في ميتابوليك اكس. السيرم تستوستيرون والدهيه
وال17 هيدروكسي بروجسترون as a general برضو markers للهايبر اندروجينيزم او الهايبر اندروجينيتك ستيتس. ال17 هيدروكسي بروجسترون تطلبه لو انت شاكك ان العيانه عندها كاه اللي هو الكونجنيتال ادرينال هايبر بليزيا، تطلبه ده، وعاده بيبقى سنسيتيف في الحالات اللي زي دي. وطبعا ده مش شغلك، ده جنرال ماركرز، وبعد كده لا قدر الله ولا سمح لو المريض عنده حاجه بيتحول لاندوكراينولوجيست. الدهيه والسيرم تستوستيرون زي ما قلنا لو في كلينيكال ساينز اوف هايبر اندروجينيزم لازم نصادق عليها ببايوكيميكال ايفيدنس اوف هايبر اندروجينيزم، فبتطلب دول الدهيه والسيرم تستوستيرون. طيب يبقى دي كده روشته بتاعت المريضه في الاول اللي هي كده. وطبعا هتقول لها عينه صباحيه لان دايما اي ما تقيس اي هرمونات لازم يبقى بالنهار، ده على اعتبار ان المريض بيصحى بالنهار. وطبعا لازم تنتبه ان مش كل الناس كده، فانا عاده بقول للمريض اما تصحى من النوم روح المعمل، مش لازم تصحى بدري مخصوص يعني. طيب نيجي بقى للعلاج. زي ما انا لسه قايل لكم المينوكس دي ال 5% فوم هو اللي أخذ الأبر هاند معانا الفترة اللي فاتت. طبعاً ده FDA approved for women. الريجين عفواً الريجين إيه اللي هو المينوكس ديل 2% كمان ده approved وهو الأساس يعني. بس حتة الفورميولا نفسها أنها متركبة على ألكول مخلية دايماً، وطبعاً كميات السيبورية اللي عندنا كتيرة بنشوف حالات كتير، فبيخلينا نبعد شوية عن الفورميولا دي ونحاول نحط الفوم مكانه. طيب انا كاتب هنا اللي هو التابلتس اللي هو السبايرونولاكتون، وكاتب انه مره واحده يوميا في حال كون المريضه انسه وباقي على زواجها اكثر من سنه. السبايرونولاكتون كعقار بطيء جدا في الريزلتس، بطيء جدا 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 يعني. علشان تشوف له نتيجه انت عايز لك 6 شهور اتليست فعلا. يمكن المينوكس ديل ممكن تشوف له نتيجة خلال شهرين ثلاثة مع المريض، لكن السبايرونولاكتون عادة بيحتاج فترة طويلة شوية. احنا عندنا اختلاف كبير جدا في الوش اوت بيريود بيفور بريجننسي، هاو ماتش تايم يو هاف تو ستوب يوزينج سبايرونولاكتون بيفور جوت بريجننسي او جيتينج بريجننسي. لازم المريضة توقف قبلها بست شهور. التكست بوكس بتقولك من 3 شهور لست شهور، طالما في من وإلى خليك على الورست كيس سيناريو وخليها 6. فلكن تتخيل المريض هتوقفه 6 شهور وهو عايز 6 شهور علشان الدواء يجيب نتيجة، فلازم تبقى أنسة أو يعني تكون بقى واخدة متزوجة واخدة حاجة تمنع الحمل. بس صعبة شوية، سنة ده كتير، سنة ده كتير. فعادة بنكتب الألدكتون او السبايرونولاكتون في الايه في الانسات اللي انا كاتب 100. هو احنا ما بنبتديش 100، دايما تبتدي بجرعه اقل 50 لان البتاع ده ساعات بيقلل الضغط جدا فعلا، ولازم تقيس البلاد بريشر، وده من الكلينيكال اكسبرتيز يعني. الكتاب بيقول كده، التكست بوك والكلينيكال اكسبرتيز بتقول كده، ما تقولش ما هو كلام ده كتب ويلا دوس. لا انا كاتب 100، تدي نص حبه وبعدين تعمل جراديوال اسكاليشن لحبه، واحيانا بنعلى لحبتين في اليوم. الكلينزينج شامبو ده مش علاج، انت بتديه زي ما انا كاتب كده للتنظيف، علشان لو العيان ده مش بياخد ريجولر شامبوز هتلاقي شعره بعد فتره بقى مليان قشره من الفوم اللي حضرتك بتحطه، فلازم كلينزينج شامبو افري ناو اند ذن، نوت از ا تريتمنت، هو ده مجرد واشنج تول العيان بيستخدمه. طب المريضه لو هتستخدم، لو هي متزوجة هتدي لها نفس الروشتة، بس قلنا هنبعد عن السبيرونولاكتون وهنبدأ ندي اللي هو الإثينايل استراديول بيزت أورال كونتراسيبتيف بيلز، ودي من الخطوط العلاجية as a line of treatment. أصلاً الأورال كونتراسيبتيف بيلز دي the line of treatment في معاك يعني، فبناء عليه حضرتك هتستخدمه، بس بعد استشارة السيد الزميل أخصائي النساء والتوليد. طب ليه؟ for medical legal issues،
مش هتقدر تكتب ده في روشتتك الا لما تزيله بالعباره دي، وده الصح. اوعى تتفرعن وتكتب وتقول ما انا بكتب وبعمل. حضرتك احنا بنكتب، بس بنكتب as a recommendation، وساعات بكتبه جدا على ظهر الروشت، اقول كده الايه بعد استشاره السيد برجاء اعطاء الاتي ان امكن، او لو الحاله، او لو بعد موافقه حضرتك يعني. فده مهم جدا. وطبعا الكلينزنج شامبو. الكاتيجوري الثالث من المرضى السيدات، وده بنشوفه كتير، اخرهم لسه مريضه والله النهارده، لو يعني لو كان اسعفني الوقت كنت حطيت صورتها في المحاضره. Advanced خالص female pattern hair loss وجاية seeking for help. فبالتالي لا، انت في الحالة دي استخدام الفيناسترايد هنا بجرعات اعلى كثيرا من الجرعات الـ FDA approved للميل، طبعا 1 ميلي جرام بير داي، لا احنا هنا بندي جرعة اعلى شوية. وبرضو الـ level of evidence ما هوش يعني اعلى حاجة، لكن على الاقل في level of evidence و level of evidence of efficacy للفيناسترايد والديوتاسترايد كمان، بس يمكن الفيناسترايد اكتر، وفي الفئه العمريه دي علشان حته التراتوجينيسيتي بتاعته. الفيميل باترن هير لوس ميميكرز، هبتدي اعرض مجموعه من الحالات شافوها زمايلنا اللي حضروا مؤتمر الازهر. المجموعه دي من الحالات في غايه الاهميه، لان كل واحده منهم شبه الفيميل باترن هير لوس، وبالتالي انت ممكن تدخل في خطأ تشخيصي من البداية، والعيان طبعا هيدخل في خبر كان يعني. احنا قلنا ممنوع للمتزوجات الفيناسترايد، فبندي للناس اللي هم بعد سن الحمل، يعني لو واحدة سنها 40 سنة، او كل الدراسات بتشتغل على فوق سن 35 سنة في الفيناسترايد. بيبر دي مهمة جدا وحلوة، ياريت تقروها. كيسز، شوف الحالة دي مريضة 35 سنة، وهوريك صورتها قبل وبعد بقى في آخر المحاضرة عشان أشوقك شوية، وأقول لك إن أنت كل ما تشخص مظبوط وتمشي بما يرضي الله مع العيان وتتأنى كده، صدقني المريض بيقدر ده جدا، صدقوني من واحد ملاصق لعامة الناس، يعني في اليوم الواحد بكشف على عدد مهول جدا من المرضى، وكل مريض بياخد حقه زياده لما بيحس ان انت كين عليه جدا، بيطوعك في اي حاجه. ان شاء الله لو هتقول له انا عايز اخد 3 4 بايوبسي من دماغك، هيقول لك ماشي طالما انت عارف انت بتعمل ايه وهتوصلني لتشخيص على الاقل سليم. المريضه دي 35 سنه وبدات تشتكي من الجراديوال هير لوس، وجات لي بالمنظر ده بريزنتد ان الفولت اوف سكالب ده كله ضايع بالمنظر اللي انتم شايفينه ده لمدة 5 سنين فاتوا أو على كلامه. فإيه رأي حضراتكم؟ إيه التشخيص في الحالة دي؟ أنا هجيب مية وأجيلكم تاني، أنا معاكم. فإيه بقى التشخيص في الحالة دي؟ الحالة دي نشخصها نقول إيه؟ الناس بتقول ألوبيشيا إرياتا إنكوجنيتو. إنكوجنيتو إزاي؟ ده هو في صلعه اكتر من كده. سيكاتريشيا الالوبيشيا تريبل سي اي، كل اللي بيقول الكلام ده مظبوط. الحمد لله رب العالمين. ترايكو تيلو مانيا ازاي بس؟ ده شعرها يعني ما فيش ابيض يا ورد من كده. طيب الوسيله السحريه جدا لازم درموسكوبي. تتفق معايا الحاله دي لازم لها درموسكوبي؟ بذمتك تعرف تقول فيها حاجه كلينيكال؟ ما احنا قلنا كل حاجه. اللي قال لك الوبيشيا ارياتا ده صحيح، اللي قال تريبل سي اي ده من حقه، اللي قال لايكن بلانو بايلارز ماشي جات له وسرحت، اللي قال لك انكوجنيتا، يعني كلنا صح، فلازم درموسكوب. حطينا الدرموسكوب، شفنا ايه في الدرموسكوب اهو قدامك، ولسه شارح الدوتس من شوية. فهنا ايه بقى؟ ايه اللي موجود؟ عايزين المحاضرة شوية انتراكتف كده يا جماعة. مكتوب اهو diffuse yellow dotting، واضح جدا، مفيش اوضح من كده. اهو اليلو دوت اهو، عشان الناس المبتدئة جايب لهم صورة كوميك النهاردة، ياريت يتابعوا علشان يشوف الكوميك اللي انا حطه على المبتدئ، ينبسط بيه قوي. انا شخصيا انبسطت بيه. اليلو دوتس ديفيوز يلو دوتس، اول ما تشوف ديفيوز يلو دوتس دي اعرف انك
في الوبيشيا ارياتا وستيبل الى حد كبير. يعني الوبيشيا ارياتا مش في الاكتيف ستيتس، لا هي في اللي بيسموها الكويزنت ستيج بتاعها شويه، او في الستيبل ستيج. شايف اس شيبد هير، اول ما تشوف الاس شيبد هير ده ارجوك ارجوك، احنا في سكه برضو الوبيشيا شويه ارياتا، والفيلاس هير طبعا موجود. فاحنا طبعا بالمنظر ده احنا قدام الوبيشيا ارياتا. طب لما اتحركت للمارجن في بعض المناطق لقيت المنظر ده، اكسكلاميشن مارك وبلاك دوتس، يعني قدام اكتيف الوبيشيا ارياتا. يا خبر اسود، يعني كل الحاله وكل المساحه دي الوبيشيا ارياتا. اي نعم الوبيشيا ارياتا. اللي بيقول لك فين الاس شيب، ما هو اهو، هو في اوضح من كده؟ ده احلى من اللي في الاطلس. ولو اس بتكتب بخط بسرعه اهي. الاس شيب ده هير هو نوع من انواع الفيلس ويك هير، فبياخد اشكال اهو كلام. يعني الحاله الثانيه مريضه 32 سنه خلاص، وجايه لي بالديفيوز الوبيشيا في الفولت اوف سكال من بعيد كده. والله انا بقول لك لو انا من بعيد كده وعايز اعمل فيها شاطر ومعلم، اقول لك ده لودفيك تايب في ميل باترن هير لوس، ما لهاش حل. يعني انت ما تشوفها كده دي صلع وراثي. وعلى فكره العينه جايه تقول لي كده، يعني العينه هنا تقول لي يا دكتور انا لفيت على دكاتره كتير، صلع وراثي صلع وراثي صلع وراثي، ويدوني العلاج ما بخفش. طب لما تيجي تشوف الاس شيبد هير للمره الثانيه وتاني مره عشان البي ان ما عرفش يلحق علي زي فطوطه كده اهو، ده ايه ده؟ واليلو دوتس الكتيره اللي باينه قوي، كل معرض المحاضره دي في مؤتمر اجي اقول اليلو دوتس ان الاقي ناس متنحه ما بيشوفوهاش على الليد سكرينز قوي، اهي ما فيش اوضح من كده. يمكن في الصوره قدامي واضحه جدا، واضحه ولا انا بس اللي شايفها؟ على الشمال انا عمال اشاور اهو اس شيبد هير ويلو دوتس كتيره، درب عينك بقى. باينه يا جماعه ولا ايه؟ ولا انا اللي بيتهيالي؟ لما بنيجي نعرض ده في المؤتمرات الليد سكرين لو مش واضحه، مش واضحه، لو نوعيه الشاشات مش مصروف عليها قوي يعني ما بتبانش الحاجات دي، والناس تحس ان هي مش ساتسفايد. لما الاقي ديفيوز يلو دوتس والاقي فيلاس هير ضعيف واخد اشكال عجيبه زي البيكتيل او الاس شيبد هير، لسه قايل لك ده يبقى ايه؟ ده يبقى انت في سكه الوبيش اريات. يجي حد يقول لي ايه ده في دايفرستي وفيرلوس، انا عارف والله ومش منكر ان ده موجود، بس ده مش اليونيك فيتشرز. بدليل ايه؟ كمل كده مع الحاله. الحاله وانا بقلب فيها احنا قلنا في جنرال اكزامينيشن، بص لوش العين كويس. ساعات تيجي لك عينه منقبه، وبشوف ده كتير، بيكونوا عاملين البتاعه دي اللي هو هنا، تقوم فكه اللي فوق وسايبه لك دي، ولا انت شايف حواجب ولا انت شايف رموش ولا انت شايف حاجه. وصدقا الحاله دي كانت من ضمنهم، حاله الوبيشيا اريتا كومينيتا منقبه، وقلت لها فك 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 انا عايز اشوف، عايز اشوف حواجبك كده ورموشك وضوافرك، مش دي الوبيشيا اريتا دي؟ طب لما تشوف الاي براو بالمنظر ده مداروزس، ده كده اسمه مداروزس. المداروزس ده كلينيكال تيرم لو في هير لوس من الاي براو او الاي لاشز او احدهم، يعني يا الاثنين يا واحد فيهم اقدر اقول دي حاله مداروزس. فهنا في هير لوس منه، وده الدرموسكوبي بتاعه، احنا كده قدام حاله الوبيشيا ارياتا انكوجنيتا. فالانكوجنيتا يعني ايه؟ يعني مش معروفه اكلينيكيا، هي الوبيشيا ارياتا بس ايه؟ اكلينيكيا تشبه الفيميل باترن هير لوس، تشبه التيلوجين افلوفيوم، تشبه اي حاجه ثانيه. الهيرب يبقى ديفيوز ان هير فولينج، وبتلاقي في الحالات دي نوع من انواع اليلو دوتس بشكل واضح جدا، وفيلاس هير واس شيبد هير وهكذا. طيب لما انا بشوف الانماط الاكلينيكيه، وده سبب تسميه المحاضره النهارده كلينيكال كونتكست، طب ما انا لسه شايف حاله الديفيوز الوبيشيا اريات اللي في النص دي، وهوريكم صورتها قبل وبعد العلاج، خبر ابيض. والالوبيشيا اريات انكوجنيتا هما الاثنين مرضين مختلفين ولا الاثنين انتيتي واحده؟ انا مش جاي اتوهك، انا جاي ايه اصحصحك. عاده لما ترجع للليتريتشر
احيانا كتير تكست بوكس تعني ان الاثنين انتيتي واحد، لكن من الكلينيكال اكسبرتيز بتاعتي ومن البيبر اللي قدامك اهو، في ايفيدنس ليفل اوف ايفيدنس محترم، دي بيبر جامده جدا، خدوها واقروها. يقول لك لا يا باش، هو في فرق ما بين الالوبيشيا ارياتا انكوجنيتا والديفيوز الوبيشيا ارياتا، وفروقات مش بس في هما الاثنين الوبيشيا ارياتا، لكن الفرق في الكلينيكال كورس بتاعهم والديرموسكوبي بتاعهم، وطبعا الهيستوباثولوجي بتاعهم. طبعا انا جمعت لك التجميعه دي. بص، الالوبيشيا ارياتا انكوجنيتا عشان هي انكوجنيتا وسرحه، فاليلو دوتس واضح جدا هو الموست بريليفنت، او عفوا بريليفنت درموسكوبيك فيتشر في الحاله دي. وبعدين بتلاقي ممكن شويه بلاك دوتس، شويه تلاقي بتاع، لكن المنظر اللي على الشمال ده بتاع الانكوجنيتا اكتر، المنظر اللي على اليمين ده بتاع الديفيوز الوبيشيا ارياتا بس في الباوندرز، دور في الحواري في الباوندرز بتاعتها مش في النص، في النص هتلاقي يلو دوتس بس. فبالتالي لو لقيت ده اكتر في الديفيوز الوبيشيا ارياتا، وده بينعكس كلينيكيا في ايه بقى؟ ان الديفيوز الوبيشيا ارياتا بياخد مناطق واسعه يعني ايه، عارف ايه، زي النهر كده وتفريعاته، تلاقي الحته اللي في النص دي راحت، وتيجي تقلب في شعر العيان ممكن تلاقي حاجه زي الاوفيزيس، وتلاقي حته يعني بياخد قطعات كبيره. طيب الانكوجنيتا لا، ده ممكن بسرعه العيان يتدهور از ديفيوز الوبيشيا ارياتا او ديفيوز الوبيشيا عموما. الدرموسكوبي زي ما قلت لك في الاندروجينيتك الوبيشيا عشان هي ديفيوز، بتلاقي اليلو باترن ده واضح جدا، واليلو دوتس والفيلاس هير بالاشكال بتاعته، الاس شيبد هير والحاجات دي. لكن صاحبتك التانية دي الديفيوز لا، ده عماله تضرب، فبتلاقي الساينز اوف اكتيفيتي موجوده، اللي هو البلاك دوتس والديستروفيك هير والحاجات دي، وممكن الاكسكلاميشن مارك هير، تلاقي كل ده موجود. وبالتالي لما تلاقي الضرب شغال، يبقى الانفلاماتوري انفلتريت ايه، اباندنت وبروفاوند في الديفيوز الوبيشيا ارياتا، وتلاقيه شويه نقدر نقول سبارس انفلتريت في الايه الانكوجنيت. فاذا في فرق، يبقى انا ممكن راجل اجيب لك انا في الامتحان سؤال زي ده، اقول لك الوبيشيا ارياتا انكوجنيتا فيرسس ديفيوز الوبيشيا ارياتا، ايه الفرق؟ خلوا بالكم، في ناس بتشوف المحاضرات دي وبتجيب الاسئله. طبعا الصغير الجونيور اللي قاعد بيسمعني دلوقتي انا جايب له الكوميك ده، الكوميك ده روعه، ساكبر وستندمون. عارف يعني وانت صغير ساعات ايه، تلاقي الكلام ده بيبقى مش حلو بالنسبه لي، لكن في الحقيقه لا، يعني انت ايه لازم تبقى شويه عندك الصبر كده، وما تخليش الحاجات دي تشتتك عن البيزكس. انت كده كده بتبتدي بيزكس، وهتكبر وهتبقى احسن مننا كلنا. طبعا دي صورة بنتي على فكرة، واللي عمل الكوميك ده عليها عمها، بعت لي الصورة دي. طبعا هي بنتي من يعني بنت زينب الكبيرة، بنتي دلوقتي كبيرة خلاص، دي صورة قديمة، يعني الصورة دي من عشر سنين ولا حاجة. فالمنظر كده سأكبر وستندمون، فأنا جايبه ككوميك يعني إيه للجونيور اللي بيسمعني، فما يزعلش، بالعكس خد ومارس، وهتلاقي اللي بنقول لك عليه ده موجود، وهتبدأ انت تكتشف حاجات تانية كتير. طيب الحالة دي بنت 18 سنة وبرضو جاية بالمنظر ده هوت، وفي ناس بدأت تشخبط بقى، فيعني ايه، هنعمل الديسيبل الأول ونمسح الشخبط. بس اقروا الهيستوري كده قبل ما امسح الدرونز دي، ان المريضة صغيرة 18 سنة، وتقول انا شعري بيخف بقى لها سنتين. وخلي بالك بقى، دراسي بتوجعني، انا لسه شارح السكالب برورايتس على مدار محاضرتين، تعبوني اخر تعب، ارجوك ارجع اقراه، لانه ليهم علاقه باللي هنقوله النهارده، وانا راسي بتاكلني يا دكتور وبتاع وحاجات كده، راسي بتاكلك. طب ايه ده، قالوا لي انا عندي صلع وراسي برضو نفس الكلام. طيب لما انا بص بالدرموسكوبي بالمنظر ده،
ايه اللي يخطف عينك هنا؟ في ديفيوز دايفيرستي، دايفيرستي واضحه، يعني المقاسات الشعر مختلفه واضحه جدا، في بيك تيل هير هنا اهو، وفي هير شافت دايفيرستي ديفيوز واضحه واخده الفيلد كله، يبقى اكيد اكيد انا قدام اندروجينيتك الوبيشن. بس مش دي تريك، اكيد انت شايف الهير المقطع ده، ده مقطع وقط تو بلاك دوتس دي ولا ايه؟ وفي واضح ان ميكانيكال فورس على الشعر، خلي بالك بقى في حاجه كده اسمها ترايكوتيلومانيا انكوجنيتو، مش انكوجنيتا، معلش، مع مره ايتا ومره ايتو، فدي ترايكوتيلومانيا انكوجنيتو، يا خبر ابيض، حتى دي بقت انكوجنيتو، اه وعليها بيبرز وعليها حالات، وانا شخصيا شفت حالات كتير، وادي حاله منهم، يعني ترجع كده اكتب ترايكوتيلومانيا انكوجنيتو على جوجل هتلاقي بيبرز. طب ايه اللي عملها؟ انا قريت في البيبرز دي، بس انا اقول لك السكالب ديسيزيا تعمل كده واكتر، العيان الفيميل باترن هيرلوس احيانا بيبقى معاه اسوشيتد ساين اسمها ترايكودينيا او اسوشيتد سيمتومز، عفوا، ترايكودينيا، تقول لك ده انا شعري بيوجعني، ده انا لما اجي احركه يمين وشمال يوجعني، وساعات يبقى في سكالب ديسيزيا، وقلنا ان الديسيزيا ميكس ما بين الاتش والبين، وجع وحكه في الراس الاثنين، مفيش ما يدعو للحكه خالص، مفيش سيبوريك درماتيتس قوي، بس شايف انت في شويه ساتل اريثيما كده موجوده، والبنت بتهرش. وشرحنا في محاضرات السكال بروريتس، ارجع لليوتيوب انا مش هتكلم كتير، شرحنا ده وعملنا الانيميشن ده، وقلنا انواع النيرفات ايه، واللي بين والنيرفات دي بتنقل الاحساس ازاي، وبعدين بيطلع السي ان اس ازاي، والعين بيهرش ازاي، اتكلمنا في ده كله علشان نستخلص منه الادوات العلاجيه. ارجع للجزء الثاني، قلنا ازاي نعالج السكالب ديسيزيا والهوميوباثي والطب البديل، واتكلمنا كتير في الليله دي، فانا مش هتكلم تاني. طبعا الكرونيك تيلوجين افلوفيوم ساعات بيميمك الاندروجينيتك الوبيشيا تكير، الدرموسكوب بيبقى يحل لنا الازمه كتير، وساعات تبقى اكويفوكال، حالات كده اكويفوكال، ونكتشف بالمتابعه ان هي لا اندروجينيتك الوبيشيا. بص الحالة دي 49 سنة وجاية بجراديوال هير لوس وجاية في النص هنا، لو حضرتك ما قمت شفت الحالة بما يرضي الله من بعيد، دي وراثة، خدي مينوكسيديل ويمشي. طب لما تحط الدرموسكوب وتشوف المنظر ده وايتش باك جراوندز، ده انا مش شايف يلو دوتس اللي احنا عمالين نشوفها من الصبح دي، وبيريفوليكولار اريثيما وبيريفوليكولار سكيلز وحاجه كده هتبتدي تعمل كاست هنا اهو، يعني هنا في كاست اهو، هنا سكيلز وفي اريثيما وفي وايتش باك جراوند، يعني معناها فايبروزس، اذا احنا قدام سيكاتريشيال الوبيشيز، وبالمنظر ده اقول لك احنا قدام لايكن بلانو بايلاريز. دي السلايد الناس طلبوها، خدها سكرين شوت معلش دلوقتي، وارجع للمحاضره بتاعه سكالب برايتس انا رافعها على اليوتيوب واقرا، عشان بس ايه ما نعطلش الساده الزملاء. يا خبر ابيض، لكن بلانو بايلاريز المانجمنت از توتالي ديفرنت خالص، قطر رايح اسكندريه قطر رايح كذا، يبقى الحاله دي هتتحقن كورتيزون وهتاخد بلاكينيل وهتقعد تفتش فيها وتبص على الاكزيلا وتبص على الاي براوز وتبص على الريست وتبص على الاورال ميوكوزا والنيل في المهندي، وممكن تدي سايكلوسبورين، قصه طويله، ولا حاله مجرد اديها مينوكسيديل وانتي اندروجينز. طب وهل اللايكن بلانو بايلاريز كده؟ ما هو قدامك اهو، علشان انا عرضت مره الكلام ده في محاضره لايف، ولقيت حد كان زعلان جدا يقول انا تهت وانت بتتوهنا ليه، انا مش بتوهك، ده كلينيكال كونتكست، دي حاله جايه اسمها كده سيكاتريشيال الوبيشيا ان ا باترن، هو السيكاتريشيال الوبيشيا واخده الباترن ده، مش لازم، مش ساعات تاخد باترن فرونتال فايبروزنج الوبيشيا، اشمعنى حافظ دي ومش حافظ ده انه ممكن يجي كده، ما هو لايكن بلانو بايلاريز. فبالتالي ده خد الاسوأ بقى، ده انا جالي مريض ذكر، واحنا المحاضره قلنا ان وومن، جالي المريض ده بيقول اصل انا عندي صلع وراثي ومش هالمينوكسيديل وبتاع، ببص عليه كده وهو ممكن من بعيد برضه، والهيلث والسكالب لوكس هيلثي من بعيد يعني، لكن لما جيت حطيت الدرموسكوب عمال اشوف حاجات عجيبه، اشوف ابيض كده موجود، ولا دي سيكاتريشيال الوبيشيا مش مجرد
وبيريفوليكولار يعني في ساتل تشينجز كده، ان دي لا ده لايكن بلانوبيلاريز هو الثاني. الكيس رقم 6، 22 سنه، بنت وتشتكي من الجراديوال هير لوس من 5 ييرز. لما تيجي تبص بالدرموسكوب وتلاقي كده، رسمت لك انا الاي سي جي الحزين ده، الكوميك الطبي بتاعنا حزين حزين. ليه؟ هو عايز يقول لك ان البروجنوسيس هنا will not be good، بلاش نقول will be bad، will not be good. ليه؟ عشان في white dots واضحه قوي، يعني نقط بيضه كتيره. النقط البيضه دي حضرتك دي fibrosis، يعني معناه ده خلاص، يعني هو hair shaft diversity ودي female pattern loss كل حاجه، بس في white dots، يعني التحسن مش هيبقى احلى حاجه في الدنيا. وده كمان يقول لك ان الحاله دي لازم تاخد topical steroid. يبقى فيه هير شافت دايفيرستي، دي حاله اندروجينيتك الوبيشيا، وايت دوتس يعني معناها فيها انفلاميشن وبيعمل فايبروزس في الفوليكولار اوستيا، يبقى الحاله دي لازم معاها توبيكال ستيرويد ومينوكسيديل، وما تعشمش العيان قوي بالتحسن، يعني اقول له هنجتهد وانا وانت على الله، فده باد بروجنوس. فوظيفه الميكروسكوب ايه؟ معلش التعب يحل على واحد. الدرموسكوب مش بس تشخيص، ده كمان بروجنوزس. البست براكتس بقى هعرض لك شويه حالات كده، يعني بص قبل وبعد، البست براكتس هتدينا جود سيناريوز. يعني انا لما شخصت الحاله دي از ديفيوز الوبيشيا ارياتا، بدانا نعالجها بالانتراليجنال ستيرويد، وبتاخد سيستميك سايكلوسبورين، وحاجات الشعر بدا يطلع زي ما انتم شايفين، ودي كانت صوره بعد شهرين من الشغل ولا حاجه، يعني دلوقتي الله اعلم اتحسنت قوي. فاهو يبقى العين بقى ممكن يتحسن. حضرتك دي حاله هاملتون اللي قلنا عليها وبدانا نعالجها، والبنت دي طلع عندها بي سي او عنيف جدا وانتبهنا لي، وبدات تتحسن بالهرمونال ثيرابي مع المينوكسيديل، يعني بدا الشعر بص يعني من صلع ده صلع، يعني لما تقول انت عندك صلع انت ما بتكدبش، والشعر يطلع بعد شهرين بشكل ده، فده حاجه كويس. بس ايه اللي نبهنا ان احنا عوده هاملتون ده في حاجه، طب هنعمل فيرذر انفستيجيشنز وتريتنج اكوردنجلي بعد كده. تحسن واضح جدا، جلوبال امبروفمنت، وهنا برضو تحسن للفيميل باترن هيرلوس عاديه جدا، وبتوبيكال تريتمنت عادي جدا، لمجرد انك مشخص مظبوط البروجنوستيك بوينت اوف فيو معاك وكده. طيب ولو احنا ما اشتغلناش بما يرضي الله، او بوظنا خالص، او يعني ما قلناش كده وتعدى نفسنا مع العيانين وبتاع، ولا ما عندناش درموسكوب، ولا بنجيب درموسكوب اللي هو بيتوصل على الكمبيوتر ده، هو اللي هو مش درموسكوب اصلا، ده ماجنيفاير مكبر الكتروني، ومن كتر الاضاءه بتاعته ولا انت هتشوف فيه له دوتس ولا وايت دوتس ولا هتشوف دوتس اصلا، هتشوف كله عند العرب ايه دوتس. هيبقى انا دايما بقول كده، كله عند العرب دوتس، فده مهم خالص. فالباد براكتس سيناريوز هتأدي بيك للحاله دي. الحاله دي طبعا كانت جات لي في عياده مصر الجديده من فتره ليست بالبعيده، يعني اسابيع قليله، من حد شغال، حد جميل جدا والله، يعني مدام في غايه الجمال، وجايه لابسه، اكتشفت بعد كده انه باروكه مش ويج، يعني ويج معموله من الشعر الطبيعي، فبالتالي هي جايه بالنسبه لي لوكس سو جود، ايه العظمه دي، حاجه جميله خالص. قلعت الباروكه يا مؤمن بالمنظر ده، وانا بصيت للمنظر ده جالي اكتئاب الحقيقه، والله جالي اكتئاب. قلت لها ايه ده؟ قالت لي شوف بقى يا سيدي الدكاتره اخر زمان، شوف. والواحد بيحزن لما بيسمع الكلام ده من المريض، ده بتحزن ليه؟ مالهم الدكاتره زي الفل، ده انا يا دكتور قعدت اهرش في راسي، نصا العين يقول لي كده، اهرش في راسي واحس الم ونار في راسي، ارجع لمحاضرات السكالب برايتس ارجوك، واروح للدكتور اليمين الدكتور شمال، لا دي قشره، وخدي النيزورال على اي حاجه بقى، مش هنقول اسماء تجاريه على الهواء، اي شامبوهات لاي داندرف ولا اي بتاع. وقعدت في الفتره دي لدرجه ان بدات الاقي شعر بيقع، عقبال ما اكتشفت حجم الكارثه، وبدات اروح راحت لاستاذنا الدكتور الضروطي، ربنا يديله الصحه والعافيه،
قال لها ايه؟ شوف الاستاذ قال لها ايه؟ ما احنا بنتعلم. قال لها لازم عينه. يا دكتور لازم عينه. طبعا ده دكتور كبير، المريض حس ان الدكتور بيهتم لامره، فتمام يا دكتور خد العينه. فالمريض مثقف جدا، شغال في مجال الاعلام اصلا، يعني دي تخيل دي اعلاميه حد. فما علينا، قالت لي يا دكتور، قال لي ان عندك حزاز، ده بنص المريض، لايكن بلانو بايلارز، اتاخر تشخيصه نتيجه ان انا بهرش في راسي. وتعلم ده مريض اللايكن بيهرش في راسه، اللايكن بلانو بايلارز از اسيمتوماتيك ديسيز، از ا هايلي سيمتوماتيك ديسيز. ما تقولش انه لا ده ساتل وبيمشي ما بيعملش، لا حضرتك والله بيهرش جدا، المريض بيهرش، احترم شكوة المريض اللي بيهرش في راسه، مش كله سيبوريك درماتيتس ومش كله انتي داندرف شامبوز واديله. فالمريضة جت بالحالة دي وجت تقول لي ايه بقى؟ تخيل وانت حزنك من يمتين، حزنك ان حد يعني في ميل توصل للمنظر ده، وحزنك اكتر انه جاي معشم فيك انك هتعالجه، يعني جاي معتقد وكله قناعة ان البولد ستيتس دي هتطلع شعر. كم الأذى النفسي اللي انا وقعت فيه يومها، والله انتم مش متخيلينه. حزن طبعا. طب العيان جاي متعلق بيك بقى، اللي هو ايه، بص ده قالوا لي ده جاي من المريخ، ده اللي هيطلع لك البتاع، وكونسبت ده جدا والكارير بتاعها، وعارف انت الكلام اللي بيطلع ده، وانا مش متخيله نفسي، وانا والمنظر فعلا صعب. طيب هنعمل ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه. اللي حصل شواتك في ايه؟ ده مشكله، هتعمل ايه؟ مش هتعمل حاجه طبعا. انت كل دورك هنا هتحاول تسيرش فور اذر فوكس، اكتيف فوكس لايكن بلانو بايلاريز، وتعمل، ويبقى انت حلك الوحيد انك ممكن تعمل زراعه شعر. طب تعالى للنقطه الثانيه، زراعة شعر بقى، المساحة الضخمة دي هتاخدها من الـ يعني الدونر اريا دي هتكفي كل ده؟ دي مشكلة تانية. والزراعة في السيكاتريشال الالوبيشيا نسبة الهدر فيها كبيرة، والعيان مش هيبقى ساتسفايد لو هو عامل زي الجماعة الصينيين كده، شعراية طالعة اللي كانوا بيطلعوا في أفلام الكرتون، في المساحات دي تلاقي شوية شعر طالعين، مش هيبقى ساتسفايد. طب هل، شوف الفكر بقى والبحث العلمي بيجي من هنا، ما هي دي التريكس بتاعت عمرك ما هتفكر غير لما يبقى في مشكله. انتوا عارفين التعليم اللي هو البروبلم بيست ليرنينج ده ليه 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 مهم وليه ناجح في العالم؟ علشان انت عمرك ما هتفكر، وي اونلي ثينك وين وي انكاونترد باي ا بروبلم. لما يبقى في حضرتك تقع في مشكله هتفكر وهتطلع ابداعات. طب تعالى اقول لك انا بقى، لو احنا خدنا الهير فوليكلز هنا، اسرح بالخيال، وخدنا الهير فوليكلز دي وعملناها ان فيترو مالتيبليكيشن، يعني زرعتها في ميديا معينه، في مع بجروس فاكتورز معينه، جروس فاكتورز ميديا، وابدا اعمل نوع من انواع المالتيبليكيشنز للهير فوليكلز دي، لو هي واحده تبقى 2 3 4 5 6 10 20، اعمل some sort of colonization زي cloning، استنساخ للهير فوليكلز. ايه رايك؟ ما احنا بنعمل استنساخ للبشر وده مجرم بالقانون. طب لو هنعمل استنساخ للهير فوليكل دي، نقدر نعمل من نفس الانسان مخبريا؟ ولما تقدر تستنسخ عدد من الهير فوليكلز وتجرو وتطلع شعرايه ومخده زراعه، ايه رايك؟ ده ينفع بحث علمي؟ ينفع. صدق ان انا بغششك فكره بحث علمي حلوه جدا، تتعمل بس تكنيكالي صعبه، بس هي كفكره موجوده. وباي ذا واي، لما انا سرشت لقيت ناس شغاله كده، في ناس شغاله كده فعلا، بس يمكن لسه ما فيش كلينيكال ستاديز او اندر ريسيرش. الكلام اخد هير فوليكلز من دونر اريا عشان اقدر اعالج مريض زي ده عنده مساحه ضخمه من السيكاترايزيشن، وبقت ستيبل وبقى اسمها كده turned out cicatricial alopecia، يعني الانفلاميشن انتهى تماما، وتقوم عامل انت عامل للايه لل عاملها في القصه دي. طبعا القصه دي في ابحاث فيها
وصعبة شوية إن هي يعني في الله أعلم في الفيوتشر إيه اللي ممكن يحصل، هي مجرد فكرة فقط، لكن الباد براكتس هيؤدي ليك بالسيناريو ده. في الآخر دايما بندعي الدعاء ده ونقول نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا. ودي صورة بنت التانية، عشان بنت ما تزعلش من البنت الأولانية، بس برضو هي صغيرة، هي كبرت دلوقتي، ويعني ربنا يوعد كل مشتاق للكعبة يروح بقى في الأماكن المقدسة الجميلة دي. شكرا جزيلا، أتمنى أن المحاضرة تكون عملت insights كده جوانا، نعدل البراكتس قدر المستطاع، نبدأ نحسن من البراكتس. أنا شخصيا بجتهد كل يوم أن أنا أحسن من البراكتس بتاعي، نحاول نحسن قدر المستطاع، نحاول نبقى على وعي بالكلينيكال انتيتيز اللي كل يوم بتظهر والكلام الجديد اللي كل يوم بيظهر. وأنا بعرض المحاضرة دي تخيلوا حد من الزملاء زمايلي قال لي انتيتي، أنا والله ولا أعرفها، قال لي في حاجة كده اسمها، حتى أنا نسيت الترمينولوجي، اللي هو Central Alopecia of Undetermined Etiology، حاجة كده طلعت، وياريت تضيفها في المحاضرة. فهو فاجئني بيها، قلت له أنا معرفش أنت بتقول إيه. فإحنا كل يوم بنتعلم وكل يوم في الجديد، والproblem based learning ده مهم، والcase based learning ده مهم. أشكركم شكرا جزيلا، وشكرا دكتور محمد على الشعر الجميل، كلام الطيب، وشكرا لكل حد بيكتب كلام طيب. خليكم معانا على جروب التليجرام، أنا هجتهد أن أنا أرفع المحاضرة دي إن شاء الله على اليوتيوب، ربنا ييسر نرفعها علشان زملائنا اللي ما حضروهاش. أشوفكم على خير الاثنين القادم إن كنت في مصر، لأن احتمال كبير أسافر، فلو في مصر هنعمل ويبينار مسافر يبقى أجازة. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.